السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم عارف من بروكسل، من عاصمة بلجيكا. الجالية السورية في أوروبا تزلزل الأرض هنا. انظروا إخواني أخواتي، كلكم انظروا ما يجري هنا في بلجيكا في بروكسل. إخواني أخواتي انظروا، هذه الجالية السورية هنا في بلجيكا تزلزل الأرض، تزلزل الأرض، تقول لا، لا للإرهاب الغاشم الذي قسم الدول العربية والتي رهبها. هنا أخوكم عارف مشاكلك المعتاد يحكم لكم من قلب النابض، دائما من موقع الحدث، من موقع الحدث. الحمد لله أنه لدينا يوتيوب ولدينا انترنت عشان نعطي كل الأخبار للعالم. انظروا الجالية السورية ماذا تفعل في بروكسل. إخواني أخواتي عارفوا مشاكلنا، نقول لكم الحقائق. يقولون لا للإرهاب، لا لتقسيم ليبيا، لا لقتل المسلمين والعرب، لا لترهيبنا وأخذ ثرواتنا. سنقف دائما أخوكم أعداء الرسول، أعداء الإسلام، والله سوريا بشارة. الله الله. انظروا إخواني والله العظيم لا تقشعر النفوس لما يجري هنا من بروكسل. أخوكم عارف مشاكرة دائما ينقل لكم الحقائق. لا تكونوا مستهلكون لهذا الإعلام الكاذب. أين الجزيرة لكي تنقل لكم هذا اليوم؟ أين العربية الخبيثة التي باعوا أنفسهم للغرب؟ أين هم ليقولون، أين هم ليقولون ما يجري في ليبيا ومن قتل في ليبيا؟ دائما 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 نحن بالمرصاد، نحن بالمرصاد لك يا حمد. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم سوف ننتصر. نحن دائما صامدون. الله اكبر. والله شوفوا يا اخوان، شوفوا يا اخواني، شوفوا، اقسم لكم بالله تقشعر النفوس. انا اريد ان ابكي هذا اليوم، اقسم لكم. هنا الارض هزت في بروكسل، العالم اندهش، البلجيكيون اندهشوا، شرطة ترك، كل العالم هنا يرون ما يجري في بروكسل. انظروا اخواني اخواتي من موقع الحدث. هنا انقل لكم الجالية السورية هنا تقول لكم لا 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 لإرهابكم، لا لا لاستيلائكم على ثرواتنا. ونحن هنا والله اختصموا هذا الفيديو وانشروا لكي يعرف العالم أن الجالية العربية في أوروبا، وبدأوا حتى الأوروبيين يستفيقوا ويعرفون هذه اللعبة الخبيثة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم عارف مشاكرة دائما من قلب النابض، وإليكم الحكم. السلام عليكم.